هديك ابوي وين بروح يعني؟ ابى اروح اوسع صدري شوي مع الشباب في الاستراحه واجي. لا تخاف انت، بس تطمن وهد بالك. باي. بالأمس رحل، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً حضر ثلة من المحبين لا يتجاوزون 8 رجال. وضعوني مسجن أمامهم، ثم أقاموا الصلاة علي في زاوية من المقبرة. لم يقل الإمام الصلاة على رجل. لا جنائز الآن تعبر الجوامع. هكذا رحلت وحيداً. قبل أسابيع سمعت عن الحجر المنزلي. قيل لي أنت المعرض الأكبر للخطر، اجلس في بيتك، ابتعد عن كل ما قد يجلب لك الفيروس. جلست، اعتزلت، كانت الحياة تمر أمام عيني جميلة بذكرياتها، بصغار الذين يكبرون بأمهم التي رافقتني حباً أكثر من 40 عاماً. قيل لي لا تخرج، وبقيت ألعب بفرح مع الصغار داخل البيت. فوزهم فوزي وفوزي خسارتي، إذ لا أريد أن أرى حسرة الهزيمة على وجه صغير. ذات مساء لم أعرف أن الموت قد يصافحني من يد أقرب الناس لي. لم أدرك أنها يد الموت، وكيف للموت أن يتدثر بيد كنت تنتظر أن تكون عكازك في الملمات الصعبة. هكذا جاء الموت بلباس الأقرباء، وأنا الذي انتظرته طول عمري غريبا شاحبا. السلام عليكم. هناك التقط الفيروس وجاء به ضيفا ثقيلا للبيت، ضرب خيامه في كل زاوية. أنا الآن أول الراحلين عن هذه الحياة، ولا أدري، لربما تلحق بي حبيبتي ورفيقة عمري، هي الأخرى الآن تقاوم تعبها. ولدي، حبيبي، يجب أن أخبرك أنني لا أزال أحبك، حتى ولو كان رحيلي على يديك. هذه المرة آمرك ألا تخرج من البيت، لأني لن أرى تعابير وجهك تلك التي تتعبني، ودائما أحبك.